بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ونصلي ونسلم على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، أحبابي طلاب الصف الأول، حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم. نتابع مع بعض دروس مادة الرياضيات. درسنا اليوم يا أبطال ما زلنا مع الفصل الثاني عشر، الأشكال الهندسية والكسور. طيب، درسنا الدرس السادس، وهو بعنوان الأجزاء المتطابقة. الأجزاء المتطابقة يعني لما يكون عندي مثلا بيتزا وأقسمها إلى أجزاء متطابقة، لما تيجي أمي في البيت وتقسمها لنا كده أجزاء، تقسمها لنا مثلثات أو شيء زي كده، بتقسمها إلى أجزاء متطابقة. متطابقة أو أي شيء، بسكوت، أي شيء. تعال نشوف، استعد. فكرة الدرس: أتعرف الأجزاء المتطابقة، يعني لما أجيب شيء وأقطع كده، أقطع إلى أجزاء كلها نفس بعضها، نفس الشيء. مفردات الدرس: الأجزاء المتطابقة. أي هذا البطل اللي أمامك بيقول كده: لهذا الشكل أربعة أجزاء متطابقة. شايف؟ عد كده، كلهم نفس بعض، كلهم نفس بعض. واحد، قاعد يعد، واحد اثنين ثلاثة أربعة. يبقى هنا الشكل مقسم إلى أربعة أجزاء متطابقة، وكلها لها الشكل والحجم نفسه. الشكل والحجم ايه؟ نفسهما، يعني نفس الشيء. هذه نفس هذه نفس هذه نفس هذه، الأربعة نفس بعض، الأربعة نفس بعض. طيب، تعال نكمل ونشوف أفكار الدرس. أتأكد أضع قطع النماذج على الأشكال المرسومة، ثم أكتب عدد الأجزاء المتطابقة في كل شكل. تعال نشوف هذا الشكل الأول، كم جزء هنا متطابق؟ كلهم متطابقين، هذا نفس هذا نفس هذا. طب كم جزء معد؟ يلا معي كده، واحد اثنين ثلاث. يبقى أقول ثلاثة أجزاء متطابقة. شوف، ها هنحط هنا كم؟ عد يلا، واحد اثنين ثلاثة. يبقى أكتب ثلاثة أجزاء، ثلاثة ثلاثة، عد واحد اثنين ثلاثة. جميل يا طارق. هنا برضه أجزاء متطابقة، هذا نفس هذا نفس هذا نفس هذا. طب هذا الشكل مقسم إلى كم جزء متطابق؟ يلا يا أبطال عد، كلكم شاطرين في العد. ها، واحد اثنين ثلاثة أربعة أجزاء متطابقة. يبقى أكتب هنا أربعة. جميل. طيب، الشكل اللي بعده، رقم ثلاثة، هنا مقسم إلى كم جزء متطابق؟ عدد الأجزاء المتطابقة كم؟ أكتب هنا اثنين. ممتاز، رائع. فقرة أتحدث في السؤال الرابع: كيف أعرف أن الأجزاء في شكل متطابقة؟ كيف أعرف أنها متطابقة إذا كان لها الشكل والحجم نفسهما؟ تكون الأشكال متطابقة عندما تكون لها الشكل والحجم نفسهما. بكده يا أبطال انتهى درسنا اليوم، الأجزاء المتطابقة، درس سهل وبسيط. لما يكون الشكل له، لما يكون، متى أقول إن الشكل متطابق؟ لما يكون لها الشكل والحجم نفسهما. وطبعا أخذنا فكرة كيف أعد الأجزاء المتطابقة الموجودة في الشكل، أو بشوف الشكل مقسم إلى كم جزء متطابق وأكتب العدد. هتحلوا فقرة أتدرب من كتاب الطالب صفحة 129، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نتابع مع بعض دروس مادة الرياضيات في اللقاءات القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.